بتحس ان ماتشاتك فيها جدل تحكيمي اكتر ماتشات تانية فيها اعتراضات اكتر فيها اكشن, أكشن يعني هل ده فعلا بيحصل؟ بص انا لو يعني والحمد لله ماتشاتي انا في السكواش اللي هو سواء واحد معايا او سواء مش معايا هو كله بيتفرج عليها, اللي هو في حاجه هتحصل يعني انا انزلت نفسي حتى بعد ما خلص الماتش لازم اقعد اشوف الماتش كله, اكيد في دراما هتحصل في اكشن هيحصل ما تفهمش ليه, بس هو خلاص كل لعيب دلوقتي بقى اللي هو عايز يخش معاك يخش معاك ان هو حتى لو اقل او حاجه لا هو عايز يعمل ماتش كبير قوي عشان يحصل الموضوع ده فاهم. فالموضوع بقى صعب جدا عليا وانا كمان مش واخدها اللي هو انا عندي 21 سنه ان انا لو واخدها عندي 21 سنه مش هقدر اوصل هكتفي, وده الحمد لله يعني انا كان عندي في حته نادي الجزيره دي ساعات كنت بوصل فاينالات وبقول لهم انا مش رايح النهارده انا مش عايز اروح النهارده, حصلت اكتر من مره في الناشئين تحت 15 سنه وكان عمطات مهمه جدا كنت اوصل فاينال اقول لهم مش عايز النهارده يعني خلاص يا جماعه شكرا كده انا خلصت, وكان مدربيني معايا عادي خالص وكان بابايا طبعا بقى يقعد يتجنن اللي هو في ايه يا عم انت ازاي يعني فاينال مش هتلعبوه. فعرفت بقى دي في النادي الاهلي, عرفت قيمه نمره واحد دي في النادي الاهلي, عرفتها من يعني كابتن محمود الخطيب كرمني مرتين بعد بطوله العالم الاولانيه انا كنت رايح مبسوط جدا واخد بطوله عالم شباب وكسبت كل ماتشات 3-0 وكانت كان يمكن السنين اللي قبلها سنتين كانت راح لدييجو الياس من بيرو وبعد كده واحد ماليزي فاد مصري والحمد لله اهلاوي كسب بطوله التكريم يعني جه ان هو كابتن محمود الخطيب قال لي يعني الاهلي لو يعني كان عندي ساعتها بطوله العالم الثانيه شباب فرايح بقى بس يعني لسه اول ايام وبفرح بتاعه فقال لي يعني الاهلي لو مش رقم واحد بقاش نادي الاهلي يعني نمره اتنين دي ما زيها زي الاخير عندنا. فطبعا قلبي اتقبض خالص بعديها اللي هو خلاص اللي هو ابتديت حتى يعني من السنه دي مثلا كانت شهر 6 او شهر 7 2018 لغايه السنه اللي بعديها نفس الشهر كنت بقى رايح اللي هو حط الكلام ده في دماغي وكنت بسلم الكاس ساعتها بتاع بطوله العالم مرعوب اللي هو انا فعلا حتى لو وصلت انا لازم اكسب البطوله دي باي طريقه ما ينفعش. وجات حصلت برضو هنا في بعد ما خلصت بطوله عظماء الثمانيه رحت اتكرمت من كابتن محمود الخطيب واعضاء مجلس الاداره كلهم انا بقى رايح برضو بنفس المنطق انا فرحان وكده فقال لي ان شاء الله احنا عايزينك نمره واحد احنا ما بنبصش على البطولات دي انت مسافه بس لما تخرج من الباب ده بعد التكريم ده خلاص البطوله اتنست احنا ان شاء الله يعني واثقين فيك ان انت هتبقى نمره واحد على العالم. وطبعا انت عامل طفره في الاسكواش لكن انت حاسس او مش بتزعل ان الناس ربطاك اكتر ان هو اصل ده مصطفى الاهلاوي فاحنا هنشجعه اكتر من ان انت فعلا لادائك اللي هو اصلا لوحده يكفي ان الناس تحب تتفرج عليك؟ والله هو جمهور مصر كله يعني عامه هي ممكن الموضوع بيتعلق باهلي او زمالك او كده بس هو ده ناديه في الاول وفي الاخر وانا بلاقي ناس زملكاويه كتير بيشجعوني الصراحه وبيدعموا بشكل كبير جدا يمكن الزمالك مش موجود في السكواش عامه او لسه ما عندوش فريق في السكواش بس دعم كبير جدا من جماهير مصر وجماهير النادي الاهلي والبطوله اللي فاتت دي واللي قبلها في الجونه ناس جت من كل حته حتى يعني كان في ماتش الاهلي وبيراميدز وقت الماتش انا كان في ناس بتتفرج من جماهير الاهلي على الماتش وحتى رامي عين معاها يعني فحاجه جميله جدا وكان دعم كبير جدا منهم ووقفوا في ظهري وسط حملات كتير جدا ضدي كانوا في ظهري وده عمرهم ما تخلوا عني يعني. انت قلت ان الجمهور وقف معاك ودعمك قدام حملات حصلت ضدك انت شايف ايه سبب الحملات دي؟ هل ان انت شخص بيلعب بشخصية مختلفة لاعب بيلعب بشخصية مختلفة عن باقي الموجودين الناس مش متعودة في مجتمع الاسكواش يشوفوا حد بالحدة دي في اللعب يعني؟ انا معرفش الحملات دي بتبقى ايه او ايه بس انا اسمع يعني دايما اصحابي بيقولوا لي انا دايما ماليش علاقه بالسوشيال ميديا يعني اللي هو انا في حالي ما ببصش على اي حاجه سواء سلبي او سواء ايجابي انا ما احبش اتدخل قوي في الامور دي عشان ده طبعا كله بيأثر على اللعيب شخصيا او حاجه فدايما بسمع يعني وسمعت الفتره الاخيره دي ان في حملات كبيره وكان بيجوا يقولوا لي وكده وشفت بقى انا بنفسي يعني ما انا عندي كله الفيسبوك اهلي 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 فاللي هو شفت ان انا مصطفى عسى يتوجه الى كذا 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 حملات فانا شفت بس انا ما اعرفش ايه الحملات دي بس اللي هو دايما كانوا مساعديني دايما في ظهري في ناس جت من الشرقيه وفي في الفاينل بتاع بطوله العظماء وكان دايما بيشجعوا كل يوم يعني فيعني جمهور دايما زي ما قلت لك نمره واحد ودايما
احنا في النادي الاهلي مفيش تمييز ما بين اي واحد، كان روح كلنا واحده في النادي، وده دايما ده سر البطولات والنجاح يعني بتاع النادي الاهلي. هل في خلافات بينك وبين اي لاعب بعينه في الاسكواش؟ ولو في ايه سببها اساسا؟ مفيش. بص، هي اللعبه برضو زي ما بقول لك لعبه فرديه، كل واحد عايز يكسب، بس هي بقى بيبقى في بقى تنشانه جوه الملعب طبعا. يعني ان انا 21 سنه بلعب ناس عندها 30 سنه وقت 31 سنه 32 سنه، اكيد ناس بتتضايق يعني، ناس اللي هو اقل واحد بلعبه بيبقى 10 سنين فرق، فاللي هو لما بيبقى فيه 6 سنين بقول ده قدي، فاللي هو ديجو الياس يعني مصنف نمره 4 حاليا، بقول دايما عليه ان هو قدي واكبر مني 5 سنين، فالموضوع بيبقى صعب شويه. والسكواش دايما هي لعبة دماغ اكتر، فانت اللي هيمسك دماغه اكتر، وعبارة عن ماين جيمز يعني من الاخر جوه الملعب وتعدي يعني. انت بتحاول تسيطر ذهنيا على اللاعب اللي قدامك، انت قلت ماين جيمز دلوقتي، بتحس ان لو اللاعب اللي قدامك خرج عن تركيزه ده ممكن يصب في صالحك في المباراة؟ ما هو السكواش اصلها يعني، ما هو حكم ممكن يجي يقول لك، ممكن حكم معاه 90% من الماتش، فانت اللي هو برضو بتبص يعني. انا كان زمان مثلا كنت اخرج مثلا بره بسبب التحكيم، دلوقتي لا، التاكتكس بتاعتي اللي هو لا، ما تركزش مع التحكيم ايا كان قرار ايه، ما فيش، ما تركزش خلاص، تلعب تركز في لعبك بقى، ان خلاص انت الكوتشنج اللي انت بتاخده من بره ده بتاخده مش عشان تقعد تركز مع الحكم يعني. مثلا المدرب هيقول لك ايه؟ هيقول لك ما تركزش مع الحكم، مش هيقول لك لعبك بقى ايه، فلازم اللي هو برضو يشرح لك اللعب وتلغي بقى موضوع التحكيم ده خلاص، ايا كان القرار ايه تلغي التحكيم وتخش جوه. ففي لعيب طبعا، في لعيبه بتخرج بره، في لعيبه، بس يعني انا اللي هو بعرف العب ماين جيمز كويس، اللي هو يعني عارف اللي هو ازاي اللعيب ده ممكن اللي هو يطلع بره يعني التركيز بتاعه او كده، فدي برضو الحمد لله يعني في مش ناس كتير قوي بتعملها، اللي هو محمد شوبرك بيعملها، ناس ولا بتعملها، بس دي بتبقى يعني المزايا يعني. انت قلت انك كنت زمان كنت بتعترض اكتر على التحكيم، دلوقتي بدات تتملك نفسك، هل شايف لما حد يكون منافس ليك مثلا ويتكلم مع الحكم ان هو مصطفى عمل، مصطفى مش عارف ايه، ده برضو في محاوله ان انت تخرج عن تركيزك انك تسمع منافسك بيتكلم عليك مثلا؟ اه طبعا، ما هو كل ده بيخرج بره التركيز، بس انت لو مش مدي تركيز اللي هو انا بلعب في لعبي، اخلص ماتش امشي مركز جوه الملعب، اللي هو ايا كان حصل ايه، ايا كان هو بيتكلم عن ايه، ما دي منافسه شريفه، فاللي هو كل واحد برده عايز يعمل يعني اللي يعمله عشان خاطر ان هو يكسب في اطار المسموح يعني، بس في الاخر الموضوع بيمشي يعني.